forms identical، هدول متساويين، نفس هدول نفس المودلز بس عبرت عنهم بشكل مختلف. شو كانت ايه؟ خلينا نحط هون الكنترولبل، هدول ايدنتيكال. حتى راح احط، ما راح احط هاي الاشاره، احط هاي الاشاره، هدول ايدنتيكال ايكوال ايدنتيكال. طيب تذكروني الكنترولبل ايش كان عندنا؟ ايش طلع معنا بالاي؟ الاي طلعت 0 1 0 1 minus 6 minus 5. بي شو كانت؟ 0 1 مش هيك؟ سي كانت 6 1 ودي كانت 0. والأوبزرفبل ايه؟ كانت عندنا ما ناقص 5 ناقص 6 مش هيك؟ ناقص 5 ناقص 6 هيها، ناقص 5 ناقص 6 1 0. بي كانت 1 6، سي 1 0 مش هيك، ودي هذا السيستم هو نفس هذا السيستم بس عبرت عنه بشكل مختلف، ما في اي اختلاف. لو دخلت على الماتلاب بنيت ستيت سبيس موديل اي بي سي دي ودخلت هدول الارقام، وبنيت موديل ثاني اي بي سي دي حطيت فيه هدول الارقام، حطيتهم الاثنين ان باراليل، دخلت عليهم ستيب فانكشن وطلعت الاوتبوت، المفروض يطلع معك نفس الاوتبوت. هدول تو سيستمز اللي بتطلع من برا ولا بيميز بينهم ولا بعرف انه في داخلهم ايش في اختلاف. وفي كمان دياجونال كان الميكروفون، بعرف اذا نقدر نعمل هون دياجونال ولا لا، هلا بنشوف. مشكلتنا هلا بنطول الغطايه من تحت.